وسيم مرحبا بك على اسبيرانتو تي في نت. يقول لي تعادل في طعم الهزيمه، كان نجم طعم العباره هذه ولا اول حاجه الساعه مش تعادل طعم الهزيمه، قدر نحن حتى اليوم هيربين درو بوان على كونفيرون ديريكت. عندنا توا بطوله عربيه، عندنا بلاي اوف، مباراه مشات على روحها. صحيح اليوم الاتاك نتاعنا معناتها ما كناش حاطين كيما يلزم، بفضل ربي نجيب بطوله عربيه ان شاء الله نزيد نحشر منها اكثر ونشوفوا الاخطاء نتاعنا. وكيما تعرف الدرجه التونسي فريق كبير ديما نلعبوا على الالقاب، يظل اللي عملوا لازمنا البطوله السنه معناتها باش نلعبوا على الالقاب الكل بفضل ربي وما نرضوك نعمل الالقاب. وان شاء الله بفضل ربي معناتها نفرحوا جماهير الدرجه الكل اللي تسند فينا. بورتو معناتها كيما ريتو معناتها حبينا اليوم يكون عرس كروي جميل. اسبيرونس كانت بدل نجي تعطينا شحنه معنويه كبيره. مي بون عندي ثقه في اصحابي، عندي ثقه في الناس الكل، في المسؤولين نتاعنا، في سي حمد المدب اللي قاعد يسند فينا في كل مباريات. حاجه هذه تحسب فرق كرة اليد في دولة بالدرجه التونسي. ان شاء الله ربي يوفقنا وفضل ربي ما فما كان الخير. وكما قلت لك نعاود نقول فضل ربي يفوز بالقاب كل سنه. وسيم رينا اليوم مردود متميز اللي خلى الزملاء نتاعك يرجعوا في الماتش، وسيرتو في الدقيقتين الاخرانيين نتاع الماتش. معناها كنا خاسرين ان بوان، وسيم يخلينا في الماتش على دوز اتاك سكسيسيف، مالوريزمون ضيعنا الكره في الاخر. والله صحيح يظل حارس المرمى لعبتهم كيف ماتش كامل. معناها حارس المرمى لازم ديما حاضر باش يعاون اصحابه. يظل كرة يد ديما تلعب معناتها خاصة الدربيات اللي تلعبوا في العشرة خمسة دقائق الاخرانيين، ديما واحد لازم يقعد كونسونتري مهم من اول مباراة لاخرة. وذاك هو صار كنا نعرفوا في كل مباراة صعيبة. تبارك الله واحد لعب عدد دربيات توا معناتها عنده الاكسبيرينس الكافية اللي يقعد كونسونتري مركز. وذاك اللي صار الحمد لله عاون صحابي. ان شاء الله بفضل ربي اللهم كان الخير، وذاك سواء نلعب انا ولا سليم مفيد معناتها الانتصار. وذاك هو الجو الباهي نتاعنا السنة في الفريق نتاعنا. ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ديما مفرحين مع جماهير السبورت. السؤال الاخير، مشينا للمغرب خسرنا البطوله الافريقيه، ان شاء الله المره هذه نرجعوا بالبطوله العربيه. بالطبيعه يظل كما قلت لك ونعاود نقول اسبيرونس، حتى كان هزمنا في النصف النهائي هزمنا ضد فريق كبير والاهلي المصري اول حاجه يعرف يلعب كره يد باهيه. يظل داخل في الكوره مشينا في نزل اللقب وما كناش نتحمسوا، يظل تو ماشي كبير في نزل اللقب. ان شاء الله بفضل ربي نوعدك المره هذه باش نروحوا به تونس ان شاء الله. يعيشك، ميرسي بيان.